السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. بإذن الله في الفيديو ده هنتعلم إزاي ندي حقن عن طريق الوريد، لكن أتمنى قبل ما نبدأ إنك تعمل اشتراك ولايك للفيديو ده. وزي ما تعودنا يا شباب، الحاجات اللي إحنا هنحضرها معانا قبل البروسيدجر بتاعنا، وهي جوانت علشان نربطه على دراع العيان، وقطمة، ودي مية علشان هنحلل بيها الأمبول بتاعنا، ده أمبول إسبازمو لتقلصات المعدة. ومعانا سرنجتين، سرنجة 5 سنتي وسرنجة 3 سنتي. بسم الله ويلا بينا نبدأ. أول حاجة يا شباب هنحضرها في السرنجة اللي هي 5 سنتي. ده أمبول الاسبازمو. أول حاجة تعمله زي فلايكينج، يعني زي هزة كده، علشان بيبقى فيه هنا ميه او فيه دواء، فهضطر اللي هو ينزل تحت. وبعد كده هنكسره. بلاش بلاش تكسره بايديك كده احسن يعورك. ممكن تحط عليه مثلا الورقة دي كده وكسر معاك بكل سهولة. ونسحبه بقى. كده هو حوالي 2 سنتي او 2 سنتي ونص. نسحب عليه او نكمل السرنجة كلها بالووتر دي بقى. دي مية عادية، مية مقطرة، اسمها ووتر انجكشن. نفتحها ونكمل السرنجة ال5 سنتي بتاعتنا بالمية دي، لغرض واحد بس، عشان هي ما تلسعوش وهي داخلة الوريد بتاعه، تبقى خفيفة عليه. اما بقى لو مضاد حيوي، لو هتدي مضاد حيوي هيبقى نفس الطريقة برضو، نفس كل حاجة، لكن هتستخدم امبولين المية، وبدل ما هتستخدم سرنجة 5 سنتي هتستخدم سرنجة 10 سنتي، عشان المضاد الحيوي بيوجع اكتر. وبعد كده بقى هنغير السن بتاعنا، عشان 5 سنتي برضه هيوجعوا، واحنا عاملين حسابنا وجايبين معانا سرنجة 3 سنتي. يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخف الوجع عليه. وبعد كده بقى هتبص تلاقي زي نقطة هواء كده موجودة في السرنجة، تحاول انك تطلعها كده. تمام، مفيش اي هواء عندي في السرنجة. نيجي لأهم خطوة بقى يا شباب، وهي اننا نظهر الوريد بتاع المريض بتاعنا. هتستخدم جوينت عادي زي ده كده، وهتربطه فوق هنا. بنفس النظام كده. ولو الأوردة مش ظاهرة معاك، حاول ما تخبطش جامد، هي حاجة زي كده. وبعد يا شباب ما حددنا الوريد بتاعنا اللي احنا هندي فيه، اللي هو ده، هنعمله مسحة بالكحول كده، مسحة واحدة. وبعد كده نيجي للحقنة بتاعتنا. السن اللي احنا ندخل بيه يبقى وشه لفوق، بلاش نخليه وشه لتحت زي كده، وشه لفوق. وقبل ما ندخل هنعمل عملية اسمها استريتش للجلد. بصبعك ده كده، وهنحط الصباع ده هنا ونسحب كده، ونبدأ اللي احنا ندخل بالراحة كده. لو لاحظتوا هتلاقي اللي احنا دخلنا في المكان الصح، بانه طلع دم هنا. هنعمل ايه بقى يا شباب؟ مش هند على طول، هنسحب. هنسحب البلنجر بتاعنا ده سنة لورا كده، هتلاقي دم ظهر عندي في السرنجة كده. احنا في المكان الصح. هتحوش بقى الجوانتي بتاعك من هنا كده، وفي ناس بتخليه، لكن انا من النوع اللي هو بيحوش الجوانت. وبعد كده ابدأ ادي سنة سنة، وانت بتدي تلاحظ المكان ده، هتشوف هو بيورم معاك ولا لا. لكن الحمد لله هو ما بيورمش معانا، يبقى احنا كده ماشيين صح وفي المكان الصح. تدي سلولي كده بالراحة لحد الدرج بتاعنا كله ما يخلص. كده احنا خلصنا. نيجي بقطمة بقى زي كده، وهنحطها هنا على المكان اللي دخل فيه السن زي كده، ومندوس عليه. نطلع السرنجة بتاعتنا الأول كده، وبعد كده ندوس عليه، وهنفضل ضاغطين شوية كده قد دقيقة واحدة، عشان بس المكان ما يزرقش معانا. وبعد كده نحوش القطمة بتاعتنا ونحط البلاستر بقى. ممكن انك تستخدم بلاستر توب زي ده او البلاستر التاني، مفيش اي مشكلة. وبكده يا شباب يكون البروسيدجر بتاعنا خلص. نحب نشكر ابن اختي الصغير ده، عشان هو اللي اتعاون معانا، ولا عيط ولا اتهز، يعني هو عيل صغير لكن راجل بمعنى الكلمة.